الكأس هو الدرع اللي مقدم أكيد للاسم الكبير ليو ميسي. لاحظ الكرة الآن في الطرف الأيسر، لازالت قائمة، رودريجو يلعبها العرضية، الله رأسية، رأسية المدافع البديل جيرمان أليخاندرو من يدون الهدف برأسية، لكن عينك على العرضية من رودريجو دي بول. نعم يأتي بهذه الكرة المميزة، وبالتالي أيضا الكرة في الشباك، في الشباك بالهدف الثاني الآن للتانجو. هذه الكرة هنا العرضية المميزة ودون أي مراقبة، ورأسية مميزة أيضا عن طريق المدافع البديل من شارك من خلال الشوط الثاني، وبالتالي يسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. هدفين مقابل لا شيء، نعم هدفين مقابل لا شيء عن طريق اللاعب